وهنحلم ان احنا ننظم كاس العالم. ويا حبذا لو كان كاس العالم 2022 من الجماعه الارهابيين القتله الفجره اللي موجودين في قطر، اللي صرفوا دم قلبهم، صرفوا مليارات بالرشاوه وفلوس حرام من اجل ان هم يعملوا تاريخ، يسجلوا تاريخ. اماره ما تنفعش غير غرفه خلع ملابس، تنفع بس دي الحمامات، هي دي ينفع بس كده. قال خالد تنظيم كاس العالم، اي منطق اي عقل؟ فين التاريخ؟ فين الجغرافيا؟ فين الطقس؟ فين المناخ؟ فين الاتساع؟ فين فين فين؟ كانت اكبر فضيحه فساد بتطول الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، وان شاء الله هنشوف الناس اللي في السجن كتير. طبعا تم توقيف رئيس فرنسا السابق ساركوزي اللي اعطى تعليمات لميشيل بلاتيني، ومشيل بلاتيني اعطى تعليمات للمناديب، كله قبض، كله خد فلوس، والموضوع امام المحكمه الفرنسيه.